مرحبا بكم معنا البنات فيديو جديده اللي اليوم غادي نقترح عليكم هاد لي بوك اللي كيجي الديزاين ديالهم شي حاجه اللي مختلفه شي حاجه اللي غزاله زوينه انيقه حليلوين في اللبسه ديالهم كيجيو على شكل ديال مثلث هكا اللي فيه هاد الحجرات بيان سيغتي غادي نحاولوا البنات نشوفوهم عن قرب كيف كيجيو الحلقه ديالنا البنات كتجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا هكا فيها هاد الحجيرات في البيض على شكل مثلث فيها هاد الحجيرات اللي فيهم واحد لابغيونس غزاله العمود ديالها البنات كيجي على هاد الشكل من اللور كتجي الحلقه بحال هكا السداده ديالها كتجي سداده عاديه كيف كتشوفوا معايا كتجي على هاد الشكل كتسد بهاد الطريقه كتجي زوينه وانيقه واللبسه ديالها كتجي على هاد الشكل انا ديجا لابساهم لكم باش يبانوا لكم مزيان كيجي الديزاين ديالو مختلف شي حاجه اللي زوينه وانيقه كنتمنى انها تكون واضحه بالنسبه لكم ولا الاعجاب ديالكم البنات لي زانفورماسيون ديالها كاينين في لا باغ دانفورماسيون حاول الراحه وما تنساوش مجوهرات فاتحه بيبي حتى لعند قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو